أنا عندي والدي شهيد وأخوي شهيد، لأن أخوي هو نقذ والدي في سبيل ما يحترق. زين واستشهدوا وياه. ولا سياسي إجا للعوالي المفجوعة، مو بس بجسر دياله، جسر دياله، الزعفرانية، اكو شهداء بالنهروان وحتى بالنجف. من النجف اكو شهداء كانوا بالمستشفى. يعني من هناك حولوهم اللي هنا. زين ولا سياسي إجا، فقط المرجعية دزولنا وفد، وفد يعني كبير. تقريبا بالسبعين خمسين. زين اجوا للعوائل تضامنا مع العوائل، بس قل لي السياسيين وينكم؟ البرلمانيين، رئيس الوزراء. احنا الشعب العراقي ما يستجدي من رئيس الوزراء، لان احنا سوينا رئيس الوزراء، احنا انتخبناهم واحنا سويناهم، هم خدم عند الشعب العراقي. لو ما اصوات الشعب العراقي هم ما يصيرون بالبرلمان ولا يصيرون بهالمحاصصه المقيته. زين ردنا رئيس وزراء الكاظم بالبدايه اشتغل زين، راح الناصريه وخلى محافظ، زين هدى الوضع. بس دزلك وفد، انت دزلك وفد لهاي العوائل المفجوعه، شنو ذنب هاي العالم تحترق؟ زين والسبب الحكومه، سبب مو اهل المنطقه. هسه يدخلون من عندهم وبيهم بانه هذا انكسرت رجله، وقع من فوق، هذا احترق. حتى المحترق يجيبونه، والضحايا ما يجيبونهم بالطاري. زين راح تصير محاصصه بيناتهم. احنا نطالب حقوق الشهداء، حقوق الناس المجروحين. المنطقه منطقه شنو؟ احنا عندنا مستوصف واحد. زين حتى دكتور ما بي، ثق بالله، انا معوق حرب، عندي التهاب بالمفاصل، اتخربط بالليل، اخوي ياخذني للزعفرانيه، الزعفرانيه 3/4 نص ساعه يلا اوصل من الزحامات، انا منتهي. زين ليش جسر الجاله ما بيها مستشفى؟ مستوصف، ماكو دكتور، الصيدلاني هو يعالجني يضربني ابره فونتارين. انا مرافقه مع عمتي الشهيده حاجه، كنا بالغرفه الانعاش الطابق الثاني اول غرفه، فصار انفجار فجاه، اول انفجار، وكل هذا صح كنا خايفين بالبردها، بس ما تحركنا. يعني كان املنا انه 100% اكو فشي ينقذنا، او اطفاء، او فشي من هاي الكوادر، اي كادر ماكو. وبعد ورا لحظات صار الانفجار الثاني، ضجت الغرفه مالتنا كليتهم المرافقين، المرضى لا حول ولا قوه، لان اكسجين نهائيا ما يقدرون يتحركون، فما قدرنا نسوي شيء. يا دوب سدينا باب الغرفه علينا، الممر صار كليته دخان، المرافقين بيهم اكو يعني من الردهات اللي باقي، احنا اول ردها والباقي منك جاي الانفجار بالغرفه الثانيه. فالمرضى والدكاتره والمرافقين اغلبيتهم يعني انهزموا، واللي اخذتهم النار اخذتهم. احنا اول غرفه يعني الممر قريب علينا نقدر نطلع، بس بهاي الاثناء يعني انا قلت 100% اكو انقاذ، يعني انفجار اول انفجار ثاني 100% اكو شيء ينقذنا. لا جرس انذار، لا شيء وسيله يعني للانقاذ، يعني لا مضخات هاي اللي طفي الطفايات، ماكو اي شيء، اي شيء ماكو. الانفجار الثالث قام يدخل الغرفه مالتنا يعني دخان ونار. بعد قلت ما بيها مجال، قلت اساعد عمتي اشيلها وياي انقذها، ما قدرت يعني كلش ثقيله. ففتحت الباب اخذت الموبايل مالتي، قلت راح اتصل باهلنا، هم كانوا يمي يعني ماكو لهم ربع ساعه من راحوا، قلت اتصل بيهم يعني يجون ينقذوني، لانه كانت المستشفى بس الردها مالتنا الممر بي يعني الحادثه والعياط والضجه، باقي الممرات كلهم ما يدرون بينا. وبهذا اليوم يعني الحدائق مالتنا هاي ما بها احد، برا ما يخلون احد، الممرات فارغه، مو مثل كالعاده ضجيج مال المستشفى ومراجعين ودكاتره وممرضين، وهي ابدا ماكو. يعني الردهات كلها كل من المرافق ويا مرضى، يعني بهذاك اليوم يعني كان اكو عبالك في شيء ما اعرف شيء من رب العالمين او شيء مدبر ما نعرف احنا، الله اعلم. بس يعني هو هذا اليوم كان كليته غامض، يعني يعني شلون الاكسجين، اصلا الاكسجين الى يومين هو بخلل. انباعوا على المرضى مالتنا النبض الطبيعي مالت القلب اعتيادي، الاكسجين اعتيادي، بس الارقام مالت الاكسجين تعلى وتنصي. كهرباء، اول انفجار صار التماس كهربائي، لان طقطق مال كهرباء وانفجار صار راسا. كان اكو وحده بصف عمتي همينه ماتت توها، يا دوب الدكتور كان يسعفها وصار انفجار بعد ما شفنا احد، كليتها انهزمت. طلعت انا اركض اخذت الموبايل قلت اتصل باهلي، اتصل، شفت العالم يعني كلش مسافه بعيده بنهايه الممر يم الدرج، كلش يم الطابق اللي ينزل على الاول. فشفت ناس يعني وجهال ونساء ورجال كبار بالعمر كلهم مخنوقين من الاكسجين ودخان، وحتى
الناس ذبت نفسها حتى من الشوابيك، فصارت يعني صارت كلش ضجه. يعني هو هذا اول الطابق مالتنا، اول بدايه، هو بدايته هو صابي الانفجار. فطلعنا بعد شو نسوي، ردت ارجع لعمتي ما قدرت، صعدوا ولدي كانوا وياي ما يدرون، انا اصلا نسيتهم كانوا موجودين وياي حتى نساعدهم، نساعد كم واحد ويانا برته، ما قدرنا كل شيء نسوي. يعني عجيبه عجيبه، يعني شنو هذا الموقف صار؟ يعني هذا كليته بلحظات مو دقائق ولا اكثر. ردنا اسعافات تجينا، جتنا من الزعفرانيه ما عندنا اسعافات، الاطفائيه جتنا من المدائن ساعه الا ربع ضبط، يعني اهل دياله والرياض كليتهم وجوا، هم الشباب انقذونا. اول فوج اللي دخل كلهم اختنقوا، يعني من قد ما دخلوا بسرعه. الفوج الثاني دخل قام يطلع باللي اللي عليهم اكسجين، اللي بطالة الاعتياديه، لا ذاك بعد ما حد يقدر يوصلهم، يعني اشتعلوا بعد ما يقدرون يوصلوا لهم. ردها ورا ردها ورا ردها، اخذت النار كلها اشتعلت، السقوف تشتعل، الحياطين تشتعل، الارضيه تشتعل، الاكسجين احنا نخاف للاكسجين يقل مالتنا المركزي، يعني محضرين بس يم عمتي الحجيه 11 بطل من غير باقي الباقي. زين هاي احنا هذا يعني قنبله موقوته على اي ساعه، ماكو اي شيء يطفي نهائيا، ماكو اي شيء. يعني هسه ساعه الا ربع تجي الاطفائيه من هناك، شيء يصير يعني؟ يعني هم هذا اكيد ما محسبينه لو يعني شيء اي اهمال، اكيد اهمال. الكادر يعني الطبي كل زين، غذاء موجود، التنظيف موجود، بس ما معقوله ما مفكرين بهذا الشيء. سيناريو حرق المستشفيات موجود وصحيح، ايه موجود. زين هو يعني اللي صمم هالديكورات وترتيبه ونظامه وهاي، يعني معقوله ما فكر بالسلامه؟ ما فكر يعني حريق لو جيجاره وحده تشعل المستشفى كله؟ هو ينشروا قالوا من شو اسمه الهيتر، ناس يقولون جيجاره، ناس لا هي كهرباء. احنا حتى مسات الكهرباء باعت على الاجهزه مالتنا، ما بيها شيء. الغرفه اللي ورانا هي كلها بيها، هي صار كليتها من ورا. يعني هو اهمال. ابني مهندس مسؤول الصيانة، بالاسم بس مسؤول الصيانة، مهندس نقي، والمدير المستشفى 10 مرات يروح له يقول له طلعني اعفيني من مسؤولية الصيانة، اعفيني مصر، لأنه نزيه نظيف. ما أقدر أقول على ابني لأنهم المستشفى يقولون عليه، أنا مو موضوعي. صار له 7 أيام نايم بالسجن، معتقل كأنه داعشي، كأنه مجرم. يعني المجرم مو مثله، بعد متر ونص يريد احكي وياه ما يخلون احكي وياه. يعني اللي يقتل 100 وال200 اسوة، نفس الشيء، يعني كأنه مجرم داعشي. موظف انتهى الدوام راح للبيت، خابره بالعشرة حريق صار، مو خفارته، اجى ركض بدراجته، صعد فوق على المحطة. وهاي مو أنا اللي أقوله، يقوله اللي الناس طفوا، راح على القاطع طفاه، تحمل خطورة وطف الكهرباء عن المحطة. شنو ذنب بس 7 أيام مسجون؟ شنو إرهابي؟ داعشي؟ مجرم؟ شنو ذنبه؟ ذنبه لأنه يشتغل صحيح بهاي المستشفى؟ لأنه خاف الله؟ هو وسيد أحمد ربي يحفظه، ونساء سيد أحمد واحمد عب، كل الصيانه، اسمح لي خلنا احكي اللي بقلبي، صيانه ادامه، ينظفون القناني بالشارع موجودات طيله الازمه من الكورونا البدايه لحد الان بالشارع. اي والله، وين كانت الرقابه؟ وين كانت السلامه المهنيه؟ مدير مستشفى مذكرات رافع صحه بغداد، نريد خطه لاطفاء الحريق، معالجه الحاله، بس كل جواب ماكو. من يتحمل المسؤوليه؟ ذول الفقراء اللي السبعة يتحملون مسؤولية. يعني معقولة هذا ابني اللي هو ابن عم هذا يجرم به؟ ذول الفقراء الستة والسبعة البصيانة صاروا مجرمين، شنو ذنبهم؟ لأنه يعملون بإخلاص. لا طلبة رسالتي كالآتي، يجب محاسبة المقصر. أنا أقول يجب محاسبته، بس من المقصر؟ السبب بهاي الجريمة اللي صار، واليوم راح هاي الجريمة تحدث باشر، تصير أجرم منها. بس الكلمة الأخيرة اللي أقولها، ألف رحمة على روحهم كلهم اللي ماتوا، ألف رحمة على روحهم بجاه محمد وآل محمد، والله يخلصنا من كل الأحزاب، من كبيرها الصغيرة.
لأن ما دمرنا كل الأحزاب. وهاي القسمة الطائفية القبيحة القبيحة اللي ما نخلص منها، وزير شيعي، وزير سني، وزير ترك مسيحي، شنو الإنسان المناسب، الشخص المناسب في المكان المناسب. فأطلب منكم اطلقون سراح ذول الناس الفقرة، ما لهم ذنب، ما لهم دخل. احنا هذتي يعني اخوتي اثنين راحوا ومرت اخوي ثلاثة، هسه حصلنا بس اثنين وبعد واحد مفقود، وصار 10 ايام احنا ما قاعد نفتي من عنده. يعني هو وين صار هسه؟ لا مراقبة عليه، لا اجى واحد سأل، ماك عليه. يعني احنا هسه دفلت اثنين وبعد واحد، الواحد هسه اريده عدي الميت انا اريده. يعني ما صارت مراقبة، ماكو مستشفى مال، يعني مستشفى ماكو هيك مستشفى تايه. وانا راحوا لي ثلاثة ناس راحت، ماكو مراقبة، ماكو راحت ناس واستشهدت ناس. اليوم رحنا نراجع ماكو، ما ينطونا كل نتيجة. زين هسه هذا اخونا الثالث واحد، وين منين انا؟ رحنا قالوا ماكو، رجعنا. هسه ذول اثنين انا دفنتهم وبقت واحد عندي، هسه عدي الميت اريده. يعني الدولة ما مهتمة؟ ما مهتمة لا دولة، لا واحد اجى سأل، لا مسؤول، لا من الصحة اجى واحد علينا سأل، لا من الحكومة. مستشفى يعني هاي الناس اللي شنو ذنب هالناس اللي راحت؟ بسبب شنو تتوقع؟ سبب اهمال، اهمال ماكو. يعني ماكو مال، ماكو شيء. يعني مستشفى تايه، يا اهل يجي يطب ويطلع ماكو، المرضى ضالين يجي. الجنة والخلود لضحايا مستشفى ابن الخطيب والشفاء العاجل للمصابين وللجرحى. اليوم وقفتنا الاحتجاجية هذه بها عدة مطالب. المطلب الأول وهو فساد الكتل السياسية اللي تعاقبت على وزارة الصحة. اليوم 18 سنة وزارة الصحة ما تقدمت، بل تأخرت وتراجعت الكثير. المرضى في أعدادهم متزايدة دائما. مستشفياتنا على باقية على هياكلها الأولى ودارياتها الأولى وموجوداتها الأولى، وما هذا المستشفى إلا دليل على ما نقول. هذا المستشفى أنشئ بالملكية وبوقت الملكية ولا زال على وضعه الحالي. هذا جانب. الجانب الآخر، احنا منطقتنا موبوءة وتحيط بها نهر دياله وما يرمي به مجمع الرستمية من نفايات ومشروع الطاقة الذرية والمخازن. احنا يحتاج لنا انه المنطقة هذه تنعفى من الإطفاء، لأنه منطقة موبوءة ومنطقة ملوثة. هذا جانب. جانب آخر، لا زال عندنا تقريبا 3 جثث 4 جثث مصيرهم لحد الان ما نعرفه وين صار. نريد الاسراع بكشف جثث جثث المتوفين اذا متوفين، واذا جرحى ينطون خبر لاهلهم حتى الناس تطمئن وترتاح. وامور كثيره ما يسع المجال الذكرها. احنا سبق وان طالبنا بانشاء مستشفى سعة 400 سرير ناحيه الجسر. تدري انت النهروان بها مستشفى عام، المدائن بها مستشفى عام، ناحيه الوحده بها مستشفى عام. الوحيده جسر دياله مع الكثافه السكانيه اللي يقارب مجموع سكانها اكثر من 160 الف مواطن، وتفتقر لها الى وجود مستشفى عام. اللي عندنا حالات اللي يصير دائما لو ناخذها لبغداد وبالطريق يموت بسبب السيطرات والمرابطات، وخاصه باوقات الحظر يراد لك ساعه يلا توصل للسيطره وساعه يلا تقنع وبالسيطره حتى يعبر لك المريض. لو تاخذ للمدان، المدان تبعد لها 25 كيلو متر من عندنا. الجانب اخر الاسراع بالتحقيق. احنا مو شكلنا لجنه تحقيقيه وما نعرف نتائجها شنو. المفروض يخلون سقف زمني، المقصر يحاسب وينال جزاء وفق القانون، والبريء حتى يطلق سراحه. عندما اختار الله طالوت لقوم أحد أنبياء بني إسرائيل ماذا قال؟ قال إن الله اختاره لكم ما زاده بسطة في العلم والجسم. ليش؟ هاي مقومات القيادة. المشكلة عندنا احنا ما نخلي الرجل المناسب في المكان المناسب. أساس تهديم البلد، تهديم البلد من أقصاه إلى أقصاه، هو لم يكن الرجل المناسب في المكان المناسب. مجرد اتباع للأحزاب والمحاصصة وللجهات الخارجية أو الأجنبية عن البلد، وكل خيرات البلد ذاهبة إلى خارجه،
والبلد لم يستفد شيئا، يزداد سوءا بعد سوء، وإلا مستشفى في هذه الكارثة، في هذه الطامة التي تعم العالم، لم يلتفت إليه، لم ينظر إليه بما يحتاج، مطافئ ما بي وسائل أخرى اتباع من الصحة الرئيسية تجي تتابع وشوف المقتضيات، إلى أن يصير الكارثة وانفتحت الآراء وأخذوا المقصر وغير المقصر. حقيقة نحن نطالب بإنزال أقصى العقوبات لمن يقصر، والذي لم يكن عنده تقصير الإفراج عنه، ثم أنه المستشفى هذا يعاد بناء بشكل صحيح، بناء مستشفى للمنطقة، ماكو مستشفى، وإن شاء الله الله ينتقم من كل ظالم. والله البلد من أغنى بلدان العالم، من أغنى بلدان العالم ماضيا وحاضرا، لكن خيراته لم تستغل إليه في كل الحكومات. فهسه حاليا الحكومات من الاحتلال لحد الآن ما شفنا شيء يخدم البلد، كله للجهات الخارجية وللأحزاب، والبلد يزداد سوءا بعد سوء. حتى بناء الإنسان دمر، الإنسان في العراق دمر، ما بقى عنده أمل أن تجي حكومة معينة وتنتشي هذا البلد من هذا الوضع. مجرد الحكومة بس تجيب وندين ودين لجنة تحقيقية وهي سوالهم، يعني مالين حقيقة. هسه حتى لو احنا نحكي على مستشفى ابن الخطيب، قبل أن كنت نايم مستشفى الزعفراني، مستشفى الزعفراني هم يفتقد أبسط الأمور. اضطريت حولت أخي من مستشفى، حولته من مستشفى الزعفراني إلى مستشفى الحياة الخامس. مستشفى الحياة الخامس هم نفس الشيء، يعني كأنما جايبه أنا مخليه بكان بس مجرد بس ياخذ اكسجين وبس، يعني ماكو. صور الطبله مالتي اخويا ضيعوها يومين، يوم السادس ويوم السابع. اجي اقول للدكتور يابا وين العلاج مال اخويا، يقول لي والله ضاعت الطبله. يعني انا نايم مستشفى ضاعت الطبله، تقبل انت هذا الحكي؟ لاش تطي والله، يقول لي طي لمله علاج من شلون ما كان لمله. شنو قاعدين احنا باب الشرجي وانت دوله ووزاره وعلم تقبل؟ يعني يوم ضاعت الطبله رحت الثاني يوم دورتها طلعتها وطيتها، يابا هاي الطبله مالتي. والله يوم الثالث هم نفس الشيء، ماكو علاج. جاب ليش؟ يقول الطبله مالتك ضاعت. تقبل هذا الحكي؟ يعني مستشفى وعلم ودوله وحراسات ودوله حمايه عليه، الطبله تضيع. اخر شيء اضطريت نقلته يوم 8 بالشهر لهذا المستشفى. وجبه الصبح ناخذ علاج بصوره صحيحه، وجبه الليل ما ناخذها بصوره صحيحه. يعطينا مثل عندك لك مخصص 4 عبر، يضربك المنظمه دبرتين ومرتين، يقول لك ذني زايدات. يجي الصبح تجي بنيت من عندنا، وين ترجعين؟ للصيدليه. يا ابي شنو الصيدليه جاي يستعطف علي ويعطيني زياده؟ شنو دقه بالميزان؟ لا والله، يقول ها زايده. شنو زايده يا ابي؟ مو علاج هو صار في لي الدكتور. والدكتور سلمان، الحقيقه انا 16 يوم ما نايم بالمستشفى ما شفت الدكتور سلمان، ما عدا الدكتور جعفر زارنا صحيح، دكاتره المقيمين زاروانا صحيح، بس دكتور سلمان ما شفته نهائيا، حتى واحد يعبر له عن معاناته. المضمد احكي وياه اقول له يابا انت هذا علاج صار لي، يقول لي والله اذا ما عجبك روح لبيتك. قلت له يابا انا ما جاي لبيت الخلفك، انا لي حق اخذه، علي واجبات قسما عن الف، علي واجبات ادافع عن وطني قسما عليه ادافع عن وطني، التزم بالقانون قسما عليه التزم بالقانون. بس ما اللي انت تجي تطردني من المستشفى، قلت له مو حقك تطردني من المستشفى، وانا مسؤول على كلامي. قلت انا عندي مريض وهذا مستشفى عام للدوله، انت من واجبك، انت مو هنا موظف تؤدي واجبك. يا اخي الفساد مو الفساد لان سبب المحاصصه. تعال انت تصير مدير كذا شده، تعال انت تصير موظف كذا شده، يعني هسه اي مؤسسه عندنا كلها بفلوس. والله مو يعني على الكفاءه، مو على الكفاءه استاذ. ما عندنا كفاءه اليوم، ما عندنا اتقان عمل. ما عندنا اتقان عمل، يجي مجرد تعال يا شخص فلاني
تعال يا شخص الفلاني انت تصير مدير كم شدة بعد 4 شدات يعينونه هاي خلاص. بس هو ما يعرف راسم الرجلي ما يعرف يدير مؤسسة الدولة. أخي مسؤولية، أنت من مدير أنت مسؤولية عليك أكبر، والمعاون علي مسؤولية أكبر، من نام الصري إلى آخر موظف هو علي مسؤولية. أنت مو جاي أنا مجرد أشتري الكرسي وأقعد عليه، شو الفائدة؟ وهاي سبب النتيجة الشعب العراقي جاي يدفع ثمنها. وزير الصحة دزلنا وفد ما عدا أهل المنطقة والمناطق الباقية هم استغاثونا وطلعونا من هذه المصيبة. نفس يعني بنفس اللحظة كلهم أهل المنطقة، يعني المداين، الوردية، التيميم، النهروان، الزحفرانية، كلهم فزعوا لنا وجونا وطلعونا. والله الحكومة بس مجرد لجنة تحقيقية، شوف من المسبب من المقصرة ملينا من عدة الرسوال من 2003 لحد الآن، بس لجان تحقيقية وندين ونجيب هاي سوال حفظناها صارت قديمة على الشعب العراقي. هاي عليك أن تخلي النقطة على الحرف، من المسبب تجي رأسا، شنو هذا الإهمال، شنو السبب، شنو نقص الصيانة، شنو شروط السلامة؟ ما عندنا شروط السلامة أستاذ، هنا ما عندنا شروط السلامة، مجرد قاعد أنا هنا يعني كأنه ما قاعد بيعطي تعطينا أكسجين. إحنا ليش جينا هنا يا أخي؟ مفترينا الزعفرانة ما بيها خدمات، ترينا مستشفى الحياة ما بيها خدمات، جينا هنا لقينا الأسوأ. يعني كل ما أريد أشترد من الأسوأ أطيح بأسوأ من عداني. يعني أنا تقبل صراع من أجل البقاء أنا هنا جيت، وخلال 5 دقائق 500 نفر راح بالمستشفى، 5 دقائق تقبل الدولة تصرف علاجات وكادر طبي وما مخلي أي شيء، وإنه بخلال 5 دقائق يضيعونا بشربة مي. أنا شبرت نفسي من الطابق الثاني وأنت تدري الساد هاي ذان احترقن واي شنو ذنباني؟ أعوف أخوي بنص النار أشريد؟ مو عيب؟ شو كنت أنت زواركم؟ حسن التميمي كأنه ما ماكو، ذاك الأسدي نفس الشيء. يا أخي تحركوا شوفوا الشعب وين وصل. صيدليات عندنا هنا بديالة، كل صيدلية بشكل تبيع لك، كل صيدلية حتى واحد يقول لا نفس السعر اخذها من بدايه الجسر لنهايته. عندنا بس صيدليتين شويه يعني واحد صحيح خالد والصيدليه براس الجسر بس ذني صحيح، ولا الباقي لا والله اذا سعره 30 يبيع لك ب50. توقع وزاره الصحه تتصرف فيك شنو عمدين؟ والله لان حتى اللي يجيك هو فاسد، اللي يتابع الصيدليات هو فاسد، اللي يتابع المستشفى هو فاسد، ما يخلون واحد نزيه يتابع، ما يجي واحد تابع يتابع له، يجي حتى هذا يعني هسه احنا متابعين نفسنا نزاهه وما نزاهه، داحتك هم نفسهم ياخذون رشوه، هم يبيع له نفس الشيء. طبعاً انطينا شهداء بهاي المستشفى هواي، وانطينا ناس هواي عراقيين بهاي المستشفى، يعني من كل المحافظات نايمة بهاي المستشفى يا ابن الخطيب. احنا كادر وجروب مصطفى سعدون متواجدين من اول يوم كورونا صارت هنا عندنا في منطقة جسر ديالة، عندنا جروب كامل احنا غدا وعشاء وريوق وعصير، كل الكابتنين هنا من ضمنهم كابتن علي هادي كان هنا نايم بالمستشفى راقد. نسأل الله سبحانه وتعالى يرحم جميع الموتى، واحنا الجروب كامل مصطفى سعدون متواجدين ويا كل الناس بكل المناطق وبكل المستشفيات نروح نتواصل. احنا المشكلة عندنا نعاني من مستشفيات، نعاني من خدمات، نعاني من صحة، يعني منطقة فقيرة لا أبعد ما تتصور. الأمر صعب والوضعية صعبة ما تقدر تسولف، والموضوع كبير يعني والجرح كبير لكل العراقيين مو بس أنا، والمنطقة نكبت تأذت، المنطقة كلش تأذت. يعني احنا عفنا الفاتحة جينا نركض على المستشفى لقينا العالم فحمة، العالم منتهية. ما أتوقع يعني تقول لي قنينة مال غاز ويقول لي دهن ولا يقول لي هيتر، ما أتوقع هيك حريق بهيك مكان وبهيك كمية يعني صارت بهذا الموضوع. الحقيقة اللي حصل بالمستشفى اللي الحريق اللي أولاً خلني أقول لك أنا والدي وأخوي راحوا ضحية في هذا الحريق اللي دار في مستشفى ابن الخطيب. الحريق اللي حصل مفتعل
لا هيتر ولا اسطوانه ولا ابد. زين فعلت فاعل. والتحقيق لحد الان ما عرفنا شنو نتيجته حول هذا الموضوع. يعني اتهامنا بالنسبه لنا احنا اذا نريد نتهم من بهذا الموضوع اكيد يتحمل المسؤوليه مدير المستشفى، مدير العام، وزير الصحه ومحافظ بغداد، لان هم واحد مسؤول عن الثاني، فهم كلهم يتحملون هذه المسؤوليه. مستحيل، هم كلهم اكيد تابعين للاحزاب وتنصيبهم كل الاحزاب من نصبتهم، لان هي كلها محاصصه والضحيه منه، الضحيه احنا. هسه التحقيق اللي راح يجري بمن راح يلبسوها؟ راح يلبسوها بمن؟ بالفقره، بالفقير. دائما الضحيه هو الفقير المسؤول البسيط. هسه هم اللي اخذوهم كم موظف من مهندس من ابو صيانه من كذا، دول شنو ذنبهم؟ شنو ذنبهم دولي؟ دول هم انت وينك المدير؟ انت وينك المدير المستشفى؟ وينك المدير العام؟ هذا انك تحت مسؤولياتكم. راقبوا، فتشوا، شوفوا شنو اللي تحتاجونه. ما سووا كتاب، هسه يقول لك انا مسوي كتب وخاطبت الوزاره، ماكو نتيجه، اسوي اضراب، اوقف المستشفى كله، اعزله. ليش باكر انت باكر تخضع لمن؟ والله تخضع، والله هذني برنك، اوراقك اللي انت داسني برنك، يلا برنك. امنتوا بالله تحقيق وطمطموها مثل ما هواي اكو قضايا طمطمت عندنا لحد الان. فاجعه جسر الائمه لحد الان ما علوها، لحد الان ما خلصت. زين هسه هاي تحقيقات مال هذه راح يحلوها لا ما يحلوها؟ واذا كل شيء بركسوها برقبه اثنين او برقبه واحد فقير او اثنين ثلاثه من هذول الموظفين، وهم راح يشيلون الدعوه. والضحيه ياهو، الضحيه المريض اللي يريد يطيب النوب يموت او ياخذ وياه واحد اثنين. زين، وهالشعب هذا ينفجع. فعشاء اذا خلص قانونيا هذا مدير مستشفى او مدير عام، هم بصراحه هذول هم هاي انا اسميهم عصابه، لان اللي ما يشتغل الخدمه هذا الشعب هذا انسان مجرم، هذا رجل عصابه، ناس قتله. زين، فانا خاف يخلص. اذا خلص من الدوله برته لا، انا اخذ حقي منه عشائريا. احنا هنا منطقه عشائريه واحنا ولد عشائر. زين، ما لحقنا نعوفه، لا والله الدوله تاخذ حقنا على راسي، ما تاخذ حقنا احنا نعرف شلون ناخذ حقنا منهم كلهم ان شاء الله. هذه تبقى يمن، هذه المفروض يتبناها ياهو رئيس الوزراء، يخلي له لجان حول هذا الموضوع، لان هذول الضحايا كلهم اصحاب عوائل واغلبهم اهل قوت يومي. زين، هذول يعني ما يحسبون حسابهم، فهاي من واجب ياهو رئيس الوزراء، المفروض هو يتدخل تدخل مباشر ويخلي لجان تسهل معاملات الضحايا، عوائل الضحايا. ها، ولا هو شي يعوضهم؟ شنو اذا اعطاهم فلوس؟ ها، يعوضه ابنه، يعوضه ابوه، امه، جده؟ مستحيل. اولا نطالب رئيس الوزراء اولا ينظر الى هذا الضحايا، اكو بيهم ناس قاعدين، اكو ناس كسبت تعبانه، يراد لهم رواتب، يراد لهم بيوت، يعني ابسط ما يكون. ولا هو لو شميطون؟ زين، شميطون ما يتعوض، مستحيل هذا الشخص هسه مثل هذا يتعوض. زين، عندنا ترى بالمناسبه هنا صور والهذا كلش قليل، ترى يعني بس دياله يمكن ما يقارب 16-17 ها شخص اللي راح عدا. اكو بالزعفرانيه، اكو بالنهروان، انا اللي عايشتهم عندي احمد وامه من اهل النجف. زين، ها احمد، اي احمد هم ضحى بروحه على مود امه، يعني هذا من النجف جاي هنا يتعالج، انه بيحترق هو امه، يعني والله فاجعه يا اخي، والله ما صايره. والله اليوم يمكن هاي ثالث وقفة احتجاجية لمنطقتنا، منطقة جسر ديالة. منطقة جسر ديالة معروفة بناسها وأهلها، من تواصلها بالفقراء، بالأيتام، بالمحتاجين. عندها إذا يصير فد شيء حادث عندها هبة. أنا في وقتها سويت بث مباشر، لأن قالوا احترق مستشفى الخطيب،
فاعتيادي لا مكبر الصوت جامعة الحق ولا هذه البث المباشر اليوم أسرع وسيلة للاتصال. يعني الناس تشوف البث، فاتصلت اتصلوا بي سويت بث مباشر خلال نص ساعة يمكن آلاف جت المستشفى وأنقذت أرواح. رغم الإهمال في مستشفى الخطيب من أعلى هرم بالسلطة بالمستشفى، يعني أقصد كله من وزير من مدير صحة بغداد من مدير المستشفى، هي تقع المسؤولية من على اللي يملك السلطة مو تجي لي على الفقير. احنا نطلب من رئاسة الوزراء محاسبة المقصرين، لأن أكثر من 250 شهيد وبعد لحد الآن شهيد وجريح، عندنا لحد الآن بعد أرواح مختفية مفقودة. هو هي هاي عدالة؟ يعني وين السلالم؟ وين السلم الأهلي؟ وين أكو أصلا درج ما يندلون من ينزلون بقته؟ يعني فكارثة ما صايرة. خلف الله على أبناء منطقتي منطقة جسر ديالة، أنا دائما أفتخر بيها ناسها وأهلها اللي إجوا مشي على الأقدام بقته، الله شاهد مشي على الأقدام من فلكة شارع 60 إجوا آلاف الآلاف، خلصت الناس من شيوخ من سادة من وجهاء من شباب من رياضيين كل طرف. هذول أهل الغيرة منطقتي، أنا دائما أحملهم وأقول منطقتي وأفتخر بها، وفعلا منطقة جسر ديالة بيها تآلف ومحبة وتواصل. فإحنا نحمل الجهات المسؤولة، هم من أعلى سلطة بالهرم في مستشفى الخطيب، محاسبتهم بأقصى العقوبات وإطلاق سراح الموقوفين الأبرياء، لأن أكو ناس مظلومة في غنى عن الأسماء، أكو ناس هسه مظلومة مزجونة. أنت حققوا يا ليش أنت متحققوا مدير صحة بغداد محافظ؟ إحنا اليوم هذا بلد، إحنا من يوقع بيها هذا؟ من يوقع بيها غير الفقير؟ يعني أنت هسه لو بغير دولة، هاي لو بغير دولة مستشفى رايح بيها 10 أفراد، المدير تلقاه مقدم استقالة، الوزير مقدم استقالة، المسؤول مقدم استقالة. إحنا 250 شهيد بين شهيد وجريح، ولا كأنهم حركين ويتعاركون ذاك اليوم على السلطة. يقول المدير صحة حسب الإعلام الموجود يقول له أنت وزير صحة تبقى بمكانك بس انطيني حصص وتبقى مسؤول. يعني هاي الإنسان عندهم لا شيء، إحنا وين وصلنا يا هذا؟ بس نقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. يجب كشف الدلائل، يجب كشف الدلائل من أعلى سلطة بالهرم، مو واحد منتمي لحزب سياسي او الجهة سياسية وما حد يحاسبه، لا يجب الكل تحاسب. مستشفى ابن الخطيب الشهداء والجرحى ما يقارب 250 عائلة انفجعت ولحد الان يدورون على الجثث. اليوم الصبح طلعنا للطب العدلي وماكو اي نتيجة لحد هاي اللحظة. اليوم رايك هاي الحادثة ممكن تتكرر؟ نعم نعم، تكررت مستشفى الكاظمية، شب نار حريق في أحد الطوابق وتم إطفائها خلال ربع ساعة. هاي يجب محاسبتهم، يجب متابعة سيد وزير الصحة الكادر سيد رئيس الوزراء، يشكل وفد، يشكل غرفة عمليات، يشكلها يروح للمستشفى، يذهب يشوف المستشفى منين التقصير. قال بخمس أيام شكلته لحد الآن ماكو. اليوم يقول أكو نتائج طالعة 70، أكو نتائج طالعة يقول اليوم 70%، أكو نتائج ننتظر نتائج التحقيق، ننتظر نتائج التحقيق، لحد هاي اللحظة ماكو أي نتيجة. بس كل يعني توقعاتنا يطفونا 100%، ما معقول يخلون الناس تحترق، المستشفى تحترق.